رئيس روسيا المرعب، الرئيس الذي يصنف كأخطر شخص في العالم حاليا بسبب تحديه لأوروبا وأمريكا وتسببه في أزمة اقتصادية قد تتبعها حرب عالمية في أي وقت. واليوم نعرض 9 حقائق حول بوتين لم تعرفوها من قبل. ولد بوتين فقيرا جدا بين عائلة مزقت الحرب وفقر مدقع شديد، لا يجدون ما يأكلوه يوميا. كان لديه أخان، مات الأول بسبب المرض والفقر، ومات الثاني أثناء حصار لينينغراد من الجوع. ومن ثم ولد هو بعد وفاة إخوته بعد الحرب العالمية الثانية ب7 سنوات، وكان يعاني في طفولته من الضعف ونقص الطعام والفقر والجوع. محترف جودو وحاصل على أعلى حزام عالمية، فقد مارس الجودو لمدة 15 عام ووصل فيه لدرجة عالمية وعالية جدا من الاحتراف تضاهي أبطال العالم، وأصدر شريط فيديو تعليمي يعلم فيه شعب روسيا للعبة الجودو. ينام 4 ساعات يوميا فقط. فقد أعلن مسبقا الكرملين أن بوتين يعاني من مشاكل النوم والسهر، فهو ينام 4 ساعات ويسهر تقريبا للصبح ويستيقظ بحلول الظهر ليبدأ مهامه الرئاسية بعد الإفطار. ويتكون إفطاره من الجبن الأبيض وبيض السمان، ولديه مختبر يقوم بتفحص الطعام لتأكد خلوه من السموم، وأيضا أشخاص فدائيين يجب أن يتذوقوا الطعام قبل أن يبدأ أكله. يعشق الكلاب ولديه كلبان مخيفان، وقد استخدم أحد كلابه في أحد المرات لإخافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد كان يملك كلبه أسماها بكونداليزا رايس، والتي كانت تعمل مع بوش كوزيرة الخارجية، فقد كان يكرهها بشدة، وقد كانت تكرهه هي الأخرى، وتحاول دائما أن تسخر منه في اللقاءات الصحفية حينما يسألوها عنه. زواج صعب وحراسة شديدة. طلق زوجته بعد ما يقارب من 30 سنة من الزواج، وذلك بسبب أنه كان لا يراها لمدة شهور أحيانا بسبب عمله، حيث يعيش في القصر وحده، والذي يفرض عليه حراسة مشددة ولا تدخله أي أجهزة إلكترونية متطورة خوفا من التجسس عليه. عميل روسيا السابق، كان يعمل كجاسوس في شبابه وتجسس لصالح روسيا في ألمانيا، كان يجند عشرات الألمان لصالحه بفضل ذكائه ومهاراته الشديدة في التلاعب والتحكم بالبشر، فضلا عن قيامه بنقل عدة تقنيات حربية متطورة وسرقتها لصالح الجيش الروسي. لا ينتظر أحد، لا ينتظر بوتين أحدا أبدا، فهو من يجعل الرؤساء ينتظروه دائما. ففي مرة جعل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ينتظره ل5 ساعات، ورئيس فرنسا ل2 ساعة، وميركل مستشارة ألمانيا ل1/2 ساعة. حتى بابا الفاتيكان انتظره لمدة 1 ساعة كاملة، مما جعل البابا غاضبا جدا وحاول المغادرة. ثروته المرعبة. لا تعرف ثروته الحقيقية، فراتبه المعروف $130,000 فقط، ويقال أنه يمتلك عدة سيارات ومنزل قديم، ولكن قدرت ثروته سابقا بحوالي $200 مليار، إلا أن الكرملين نفى ذلك. مخيف ومرعب، كاد أن يجعل رئيس فرنسا يتبول على نفسه. ففي لقاء خاص حاول رئيس فرنسا ساركوزي الذي تولى منصبه للتو بتوجيه انتقادات شديدة لبوتين، ليصدمه بوتين بتهديد مخيف بأنه سيسحقه إن استمر بالحديث هكذا، وبدأ في توجيه السب والشتائم له، مما أرعب ساركوزي.